بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي أخواتي، معكم أخوكم منصف. الموضوع تاع اليوم هو إجابة على بعض الأسئلة اللي ما نقدرش نجاوب عليها في التعليقات. كاين اللي سير بلاس تعود الكونيكسيون مليحة، والله نعود في بلاصة مليحة وقاعد منا نجاوبوا في البلاصة، وكاينين أسئلة نختار الاسئله اللي ما جاوبتش عليها 10 اسئله، هذاك هو يكون فيديو تاع واحد 10 دقائق حتى ربع ساعه. ما يقلقش ما نبقاوش. السؤال الاول، هل يمكن خلط دود القبابي في الباطي؟ نعم يا اخي، دود القبابي يتخلط مع الباطي. كاينين كاين باطي ديجا فيه دود القبابي، كيما باطي تاع فيرسال لاغا جولد تاع المقنيين فيها دود القبابي. كاين باطي ثاني تاع بينيطا تاع المقنيين ثاني فيها دود القبابي، وكاين باطي ثاني تاع ليغازين فيها ثاني دود القبابي. وشوا تاع ليغازين هذيك ما شفتها، انا شفتها مره فريده نهار دخلت اول خطره ليغازين، ومن بعد غبرت عاد ما كاش. شوف يا اخي، دود القبابي هو فيه نسبه كبيره من البروتيين، اكبر نسبه في عالم البروتينات هي في دود القبابي. دود القبابي فيه الله اعلم 54 غرام، 44 غرام فيه، 44 غرام في 100 غرام الله اعلم. وكاينين بعض الدراسات يقول لك 58 غرام، وكاين انا سمعت مربي قال لي لا قال لي فيه 80 غرام الله اعلم، والعلم لله. انا واش سمعت الحاجه اللي متاكد منها واللي قريتها انا في دراسه تاع الجماعه اللي حافظوا على الوزن تاعهم، ياكلوا دود القبابي مع السلطه تاعنا هنا، هما بشر، حنا كمسلمين لا يجوز لنا اكل الحشرات، ما ناكلوش الحشرات، حرام علينا حرام علينا. كيما اللحم تاع الاخر هذاك كاكو على بالكم بس كنت تذكر اسمه يتسينيال على الفيديو تاعك. هادو حوايج بكل اسرار في اليوتيوب، هادو كي غير ونعرفتها. الله اعلم هي 44 غرام، 44 غرام. طريقه الاستعمال، طريقه الاحتفاظ بدود القبابي، من الاحسن خليه في الفارينه تاعو عايش. كي تجي راح تقدمو كسا نحيلو راسو، كي تنحيلو راسو لهنا يكون حي، لانه فيه ما فيش دماء، هو ما فيش دم، باش تسنى الدم حتى يخرج. والله وكاينه طريقه ثانيه، الا كان كثرت عليك وقاعدين يكبروا لك وقاعد تحس بيه بلي قاعدين يكبروا ويضيعوا، هزهم كيما راهم، كيما كنت ندير انا نهزهم كيما هكاك ونحطهم في الكونجيلاتور يتكونجلاو كيما راهم هكاك. ومن بعد نهار نجي نقدمهم نحطه في الماء لمدة دقيقة، نخلي الماء يغلي ومن بعد نطفي على الماء ونحطه لمدة دقيقة، نهزو نحيلو راسو. المقنين اللي يكون كاركتر تاعو يوكل ما يخافش منها نعطيها له هكاك طويلة، والمقانن الاخرى اللي ما يدوروش بها نقسمها لهم كيما راهي مدرجة ونخلطها لهم مع الباطن. ومن الاحسن ما تقشرها لوش، خليه هو يقشرها خاصة المقنية، ويمليحها بزاف ثاني الكناري. انا 2018 خدمت بها الكلوستير ما شاء الله. السؤال الثاني، هل الكالسيوم والفيتامينات والبكتيريا النافعة يتخلطوا مع بعضهم؟ نعم يا صديقي، يتخلطوا مع بعضهم البكتيريا النافعة والفيتامينات والمعادن يتخلطوا مع بعضها. البكتيريا النافعة معروفة هي البروبيوتيك، الكالسيوم هو معدن الكالسيوم، الفيتامينات نعرفوا واش معناتها. الفيتامينات هي عبارة عن أحماض، هادو يتخلطوا مع بعضهم في البيفات. أخير.
أخيل فمالة ولادها راهم في الأقفاص، وين تنعزل فمالة في الأقفاص وحدها. كي تعود ماكش بي حاجة إلى الفمالة اعزلها، بصح كي تعود قاعدة توكل فالطيور تاعها خليها. كي يعودوا قاعدين ياكلوا وحدهم ويعتمدوا على نفسهم اعزلها، اعزلها عليهم، والله اعزل الطيارة عليهم، بسيطة خلاص. بالنسبة للبكتيريا النافعة ما ندخلوهاش في البرنامج، نتمنى ترجع لنا الجواب. البكتيريا النافعة تدخلها في البرنامج اليوم اللي تمد فيه فيتامينات زائد كالسيوم، زيد ضيف البكتيريا النافعة. لا كان عاد عندك البكتيريا النافعة تاع الماء، لا ما عندكش بكتيريا النافعة تاع الماء، عندك في الباطي كل 4 أيام حط مرة باطي، 4 أيام بلا باطي اليوم الخامس بالباطي، 4 أيام بلا باطي يوم الخامس بالباطي، هكا باش تفهمها. ما نقولكش 2 مرات في الأسبوع، 2 مرات في الأسبوع، لأن الكلمة هذه كانت تقلقني أنا قبل ما نتعلم لي بروغرام هذا، يمكن بالك على بالي بيك هذا تقلق خالتي ثاني. عندي كناري موزايك احمر في مرحله غيار الريش، هل اعطيه ملون ام حتى يخلص؟ لازم تعطيه ملون في مرحله غيار الريش، تما اللي يتلون، كي يخلص عليه ويتلون، كي يخلص وش هو اللي يلون، نوض الريشه ملونه. اعطيني احسن ملون للروجالمو في السوق، وكاش ملون طبيعي نخدمه في الدار يعود فعال. شوف اخي العزيز، احسن ملون في السوق كاين كونتاكس تاع فيرسالاغا، وكاين كاروفين تاع الراد، هادو هما اللي موجودين في السوق تاعنا حنا، في السوق تاعنا. بالنسبه الاحسن ملون، بالنسبة لأحسن ملون طبيعي، نعطيك باطي، هز ورقة وستيلو وسجل، دير بوز ماشي نبقى أنا نستناك. خبز يابس، لاشابيو، خبز يابس مطحون ومحمص، حطو هيك أكوبي، جيب كمية من الكرم الملفوف الاحمر هذاك البنفسجي، وجيب كميه من البيطراف شامندر، الكميه تاع الملفوف والكميه تاع البيطراف شامندر، دير قدهم في زوج الكميه تاع الجزر تاع السناريه. وكي تروح تشري السناريه، كي تروح تشري، انا نقول للسناريه، كي تروح تشري الزروديه، كي تروح تشري الجزر، خير الجزر اللي يكون اللون تاعها برتقالي غامق، والله اللي يكونوا فيها لي طاش حمر، وكنت تلقاها هي كومبلي حمراء فور. هادو في ثلاثة الكاروتين اللي فيها كل واحد بنوع، وشو كي يتلاقاو مع بعضهم في ثلاثة يزيدوا يمدوا كولار ما شاء الله. هادي جربتها في 2018 في المقنيين، وشوا في بلاست بيطراف ما حطيتش البيطراف، لانه البيطراف شويه تولي الصفاريه تاع الجنحين تاع المقنيين تولي غامقه بزاف، ماشي ما حبيتش نعتها على نفسها هذه، لا لا نعتها لصحاب المقنيين، وعندي فيديو عليها، عندي فيديو عليها. وشوا حنا ما نطبقوش الهضره تاع بعضنا حنا كجزائريين، اللي عينه ينجح ويوصل المستوى يخالط على اللي فاتور، ماشي صاحبك السنا ربح باطل في الكلوستر تروح انت تخرج منه
وتشري الجلوستر من جهه خلاف وتحوس باش تربحوا. هو راه بازي على بال واش قاعد يخدم، يعود يعرف يخدم او ديما يقاحر يولي انك انت تقعد تتعب. هذا مثال برك، دينا مثال برك. خويا منصف انثى جلوستر لم انتج منها العام الماضي، لم ادري اين الاشكال. شوف الطير وكان ماشي شاطلة جلوستر، كوني ستريسا وما يخرجش من ستريسا وماش راح يولد. حاجة الاولى ميكوبلازما مرض هذا ظهر جديد وانتشر بكثرة، والامراض هادو اللي قاعدين يظهروا وشكون اللي يعاوننا فيهم؟ هو الاخ نزيل بارك الله فيه، هو اللي يبحث، هو اللي يشرح، هو اللي يدير، هو اللي وحتى ولو كان كيشرح يدير على العالم باللي راني درت منا، يتنمروا عليه بعض البيطاريين بوحدة التنمر. وشكون انت حتى تشرح؟ وشكون انت باللي كدا؟ وشكون انت شغل شغل الطير هذاك اللي مات ولد خالتو من الفاميلا تاعو غايبو الحال عليه كيشرحو. كاين الميكوبلازما، كاينين بزاف لعات هي، لكن عرفنا بلي هي الميكوبلازما. ميكوبلازما توكل البيضة قبل ما تكون، وإذا عادت مش قاعدة تولد زيد صبر عليها العام هذا، وشو تكون متابع الطريقة تاع محترم الدورة السنوية تاع الكاميرا. شكرا أخي. عدد القطرات لما نمزج مكمل مع الكالسيوم، وهذا عدد القطرات لما نمزج مكمل مع الكالسيوم، هذا سؤال مليح خاوتي. كي نقول لك انا عندنا مثلا مكمل غذائي ملتي فيتامين ولا ادي 3 او، وعندنا كالسيوم، وعندنا بكتيريا نافعه. المكمل الغذائي هذا كاتب لك 3 غود دون 50 مليلتر، يعني 3 قطرات في 50 مليلتر، والمكمل غير الكالسيوم كاتب لك 5 قطرات في مكمل في 50 مليلتر، والبكتيريا النافعة كاتب لك 8 قطرات في 50 مليلتر. حنا راح نمدو الماء، درك الماء ماناش راح نمدو للطير تاعنا 150 مليلتر، راح نمدو له 50 برك، راح نمدو له 50. قلتها قطرة نحطو، تحط 3 تاع الملتي فيتامين، وتحط 5 تاع الكالسيوم، وتحط 8 تاع البكتيريا النافعة مع بعضاهم، ماشي أكل مع بعضاهم تجمعهم، هذاك هذا تاعو أكل، وهذا تاعو أكل، وهذا تاعو أكل، وتخلطهم مع بعضاهم، بعد في الماء كل واحد يخدم خدمته. لأنه نفهم السؤال هذا مليح، لأنه درتها أنا الفريق، درتها مع الأومليفيت والكالسيوليكس. هي في ربع إطرة تحط 4 غرامات وغرامة أومنيبيت، أنا حطيت نص إطرة درت 4 غرامات على الآخر، ومنه بانت لي شغل نورمال وهي لا لا، حتى عاود فهمني فيها خويا مروان خطابي بارك الله فيه ربي يحفظه. لأنه نهار الدين أبعد في الكناري في الجلوستير محسوب أكل شاوره هو، حيي بالمناسبة ربي يحفظه. نوصل لأحسن كومنتار، ديما نخير احسن كومونتير يعجبني، ما نقولش بلي ما كانش دي كومونتير ملاح، كاينين دي كومونتير ما شاء الله، كاينين متابعين قدام نعرفهم نشفع ليهم مليح ونشفع لي كومونتير تاعهم. احسن كومونتير هو من عند خويا جهاد من قلمه، جهاد طراد بارك الله في خويا جهاد وربي يحفظك، والله العلي العظيم غير نهار تعرفت عليك غير شتيتك بلا ما نخالطك مليح هكا، ما نعرف يعني انسان تتحب صح، أنت تستاهل كل الدعم لما تقدمه من معلومات قيمة، بالمال ولا توجد. ربي يوفقك خويا ويرزقك كل خير، ربي يحفظك خويا العزيز وبارك الله فيك. وانت تاني المعلومات اللي هزيتها من عندك ويا كنت حاسبني عليها على بالي
ربي يحفظك خويا العزيز وربي يحفظك بخاوتي. ما تنساش الاشتراك بالقناة، تفعل زر الجرس باش يوصلك كل جديد، وبربي ان شاء الله نرتقي بالهواية هذه ونوصل لمستوى مليح. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.